القياس: القياس هو مقارنة كمية معلومة بكمية مجهولة لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية. وعملية القياس تنتج قيمة عددية ووحدة القياس، حيث إن وحدة القياس هي مقياس أو معيار مستخدم لمعرفة الكمية الفيزيائية. أدوات القياس: أدوات القياس تنقسم لأدوات للقياس الدقيق وأدوات للقياس التقديري، بحيث يتم استخدام أيهما حسب الحاجة. فمثلاً، لقياس الـ pH لأي مادة، يمكن استخدام الـ pH متر للقياسات الدقيقة، أو يتم استخدام ورقة عباد الشمس للقياسات البسيطة أو التقريبية. ومن أدوات القياس: الميزان الحساس، أو الرقمي، والمستخدم لقياس الكتل الدقيقة. كذلك من ادوات القياس الكاس الزجاجي والمستخدم لقياس الحجوم ونقل السوائل كذلك يعد الدورق الزجاجي من ادوات القياس والمستخدم في عمليات المعايره والنقل والتقطير وتحضير المحاليل عاليه التركيز بدقه كالاحماض ومن ادوات القياس ايضا المخبار المدرج والمستخدم في نقل الحجوم بدقه وقياس حجم المواد الصلبة غير منتظمة الشكل وكذلك من أدوات القياس السحاحة والمستخدمة في عمليات المعايرة وأخيرا جهاز البي pH الرقمي والورقي وهو الجهاز المستخدم لقياس درجة حامضية المحلول ويعد أشهر المقادير تداولا في القياس هو القياس الكتلي أي قياس كتلة المادة وهو يساوي حاصل ضرب الكثافه في الحجم بحيث يمكن حسابه من العلاقه كتله الماده تساوي دي ضرب في حيث ان دي هي الكثافه ووحدتها الكيلوغرام لكل لتر او الجرام لكل مللتر وفي هو الحجم باللتر او المليلتر فهذا يعني ان وحده القياس الكتلي هي الكيلوغرام او الجرام أهمية القياس: للقياس أهمية كبيرة في علم الكيمياء، لأنه يستخدم في مجالات مختلفة. فالتجار، على سبيل المثال، يلجؤون لقياس الكميات المختلفة بهدف وضع ملصق على منتجاتهم لدواعي الجودة، ولكي يعلم المستهلك مكونات المنتج. فمثلاً: مكونات زجاجة ماء معدني تكون أسماء الكميات المختلفة وتركيز كل منها. فالصوديوم يوجد بكميه معينه بوحده المليغرام لكل لتر وكذلك الكالسيوم والبوتاسيوم وهكذا كذلك القياس هام من اجل حمايه المستهلك عن طريق مراقبه جوده المواد الغذائيه كالحليب وغيره من خلال قياس الكميات المضافه عليه فمثلا جوده الحليب الطازج تقاس بمقياس درجه الحامضيه